رئيس النواب شرعا مجرم حرب وتو قاعد يعطي فيها في وزارات وخلاه يدمر واحده من منطقه درنا اللي يحكي عليها هذا كذبه ما فيش كلمه. ابو خفير جاء وداروا يعني صار حلول لكن ما يبيهنش حلول حفتر يبي يحكم وباهي قلنا بنغازي ودرنا معلش ممكن مشوهن بعدين مشى حتى لجنوب ومشى لطرابلس يا اخي وكان قتل ودمار وحكومه الوحده الوطنيه نحن ما لناش مؤيدينها واجد. نحن قلنا اولا فترتها تمت مع تشيع حرب حول الخيام دعات المعازي وتمت في فروح اهو نوعا صح غلط المهم صارت ما الوزراء كيف جابوهم هم جماعه النواب راهم حتى الوزراء في الاول وما ناس راضين عليه الوضع اللي تبوه كلام تبوه صح كانكم تبوه صح اولا شعب والله ما راضيكم وانتم اللي ماشيين في جره هالكلام الوهم والخيالي نتاع بشاغه وعقيله وحفتر وما نعرف ايش وهالمجموعات هذه راهم والله جايكم يوم كلكم لان هذا شعب بينتفض منتفض عليهم. النواب قاعدين لهم 7 سنوات ودمار وهلاك وسرقه وما فيش خلبط وما دروها وما فيش حاجه وما دروها والشعب الاخر قاعد راقد ريحه ومتملح يا ناس عيب عليكم. نحن رانا نقولوا في كلام يجب وجوههم ما عادش يبون الناس ما عادش يبون وجوه مجلس النواب هذا بالكل ولا مجلس